موقفكم ايه من المبادئ فوق الدستوريه؟ احنا عملنا تعديلات على فكره، ويمكن بعضها هو اللي عمله المجلس العسكري في الوقت الحالي، لان احنا ماشيين خطوه بخطوه مع الاحداث، بنحاول كلنا دور ايجابي. بس فاحنا دلوقتي المجلس العسكري بيحاول برضه يفتتنا. الاخوان نفسي بجد نفسي يرجعوا يبقوا مع الثوره. دلوقتي هم بيحاولوا يتفككوا تاني، الاول كانوا بيقولوا نعم، دلوقتي هم بيقولوا لا للتعديلات الدستوريه. ليه الشعب يفضل متفكك؟ تعالوا نشوف في الاول هدفنا ايه، نتيجه نخليها دوله مدنيه فعلا وذات مرجعيه شرعيه اسلاميه. ايه المشكله؟ لان مصر معظمها مسلمين، والمسيحيين على فكره هم كمان بيطالبوا ان الماده الثانيه ما تتغيرش، مفيش مشاكل خالص. ليه الناس بتلعب بالمسميات؟ احنا عاوزين، انا برحب بالاخوان انهم عادي يمسكوا الحكم، بس بشرط بالانتخاب الصندوق يكون شفاف، مفيش تزوير، مفيش استغلال للدين، مفيش استغلال لاحتياج الناس الماديات، ان انا اجيب لهم مثلا سلع غذائيه عشان اقدر اكسب قدام. احنا ما غيرناش حاجه، اكيد انا الحزب الوطني. دلوقتي الاخوان على فكره هم خسروا كتير قوي قوي، خسروا في الشعبيه. ارجوكم ارجعوا تاني. انا بحب الاخوان جدا، لان كان لهم دور كبير قوي في الثوره وما اقدرش انكر ده، وكل الناس كان لها دور، كل الناس، حتى اللي كانوا في البيوت، حتى اللي كانوا مغيبين. دلوقتي لو الاعلام بقى حر وصل الرساله صح، مبقاش للاسف نفس الطريقه زي ما كان بيتعامل مع ايام مبارك، نفس الطريقه للمجلس العسكري. زي بعض المحلات دلوقتي بتلفت نظر حاجات غريبه جدا، مع ان يفض تأييد للمجلس العسكري العظيم، زي ما كان زمان تأييد لمبارك، زي ما كان تأييد لجمال مبارك. ايه ده يا جماعه؟ فوقه احنا بنتحرر بثوره على الطغاه، ثوره من اجل الحريه والكرامه والانسانيه والعداله الاجتماعيه، واولها الحريه. الناس ما طلبتش عشان تشتغل، ما قالتش احنا عايزين الاسعار حتى تقل، لما نزلنا كلنا لا عايزين حريه، يا دقناها نسيب الحريه طعمه جميل جدا. لا يمكن الشعب اللي شاف شعره كده لمسه خلاص في حريه. في كمان النسيج، نسيج الوطن الواحد اللي اتحدنا عليه في الثوره، صعب ان احنا نتفكك تاني باذن الله. باذن الله انا قلتها قبل 25، كنت مسجل مع فرنسا 24 ساعه، وقلت انا وعدتكم بمفاجات كتير، بوعد المجلس العسكري بقول له انتظر المفاجات كتير، وهنتحرك وهتتنحى سياسيا، وبنطلب من غير عنف. وباذن الله باذن الله احنا لو ما تنحش سياسيا احنا بنطالب باسقاط المجلس العسكري، حتى لو كلنا كنا شهداء. وانا عن نفسي بصراحه شهيده، مش من النهارده بس، من ساعه ما دخلت السياسه، لكن كان في اغتيالات لينا وكان في سجن واعتقالات، لكن كلنا مصرين ومستمرين، وكنا عددنا قليل جدا. يا بلد دلوقتي بقى كلنا تقريبا كتير قوي، مش بالعدد يا جماعه، بان احنا ايد واحده ومتحدين على قلب واحد. انا بقول كمان بناشد يا جماعه، زي ما كنا بنعمل افتكروا قبل 25، سواء بنكتب على الجدران يسقط حسني مبارك، النهارده عايزين يقول يسقط المجلس العسكري على العملات الورقيه وعلى الجدران على لفتات بسيطه. نعمل ورق، مش عايزين طبعا نرزع على العربيات ولا حاجه، احنا ضد ان احنا نتلف اي شيء. نعمل ورق ونوزعه، لو كل واحد كده ادى لجيرانه ووزع على العماره اللي واقفين، لو كل واحد حط علم مصر بس من قلبه، لو كل واحد علق يافطه اريد حريه، فليسقط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام، معلش اي مسؤوليه، لان ما هو المجلس العسكري ما قلنا انه جزء من النظام من الاول. يا جماعه في فرق بين الجيش والمجلس العسكري، انا ولا بعمل انقلاب عسكري ولا اي حاجه، انا بترجاه بقول له كفايه يا حرام، مش عايزين شهداء تاني، بترجاه كفايه. مين اللي قتل الثوار؟ مين اللي اصدر القرار؟ مين؟ كان في المجلس العسكري كان ليه دوره هو كمان، مش مبارك بس. مين اللي قتل وحبس وسجن شباب 9 مارس؟ مين اللي قتل الضباط الاحرار صباح 9 ابريل؟ مين اللي كان بيلم الجثث كلها في الزباله عشان ما حدش يعرفهم؟ والبيان مع المجلس العسكري ولا شهيد. ازاي؟ لا طبعا في شهداء، اللي زي حضر كتير قوي من الناس، في ناس خافت، في ناس قالت وشهدت ما خافتش، في ناس مكمله. تعتيم اعلامي، كل الناس خايفه المجلس العسكري، لا
الجيش لا يا جماعه فوق في فرق، الجيش هو اهلي واخويا. كده بقول للعساكر احنا اخواتكم، ما عملكمش تعتيم تغييب. افتكر بقول لكل الضباط الاحرار الشرفاء اللي ان شاء الله هم معانا، في كتير في الجيش معانا وهينزلوا ان شاء الله معانا، بس في الوقت المناسب، في الوقت اللي يكون فيه تنسيق من القوى السياسيه. هتبقى مش مليون ولا اتنين ولا 10 ولا 12 ولا 15 زي قبل كده، لا ان شاء الله على الاقل هنكون 60 مليون في الشارع بنطالب بحريتنا، ويحتمل نكون 80 مليون، ليه لا؟ كل شيء جايز. زمان كانوا بيقولوا 88% 90% لمبارك بيقولوا نعم نريد رئيس جمهوريه، اخر مره كانت 105% تزوير. ازاي ده اللي فوق؟ وثوره تونس طبعا ليها فضل كبير قوي، فمع الناس القهر والظلم والجوع والبطاله كل ده دفع الناس انها تنزل تعمل ثوره. احنا كنا مش محتارين نعدي زيد ازاي، وقلنا حاجه واحده، احنا نازلين عشان يوم كبير مش ثوره، الثوره دي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفضل الناس اللي خرجت من بيوتها اللي كانت مش مسيسه واندفعت وشافت الشهداء بتقع وناس بتتاخد، قالت لا احنا مش هنسيب حقوقهم، هنكمل المشوار. يلا بقى يا شباب، يلا يا اهلي يا جيراني يا حبايبي يا وطني الغالي مصر، نكمل المشوار، نكمل ناخد حريتنا بجد، محتاجينكم معانا. شكرا.